خصهم يديروا معنا شي حل. انا راه ما عنديش سفيان خويا، انا راه 20 يوم وحنا كنخدموا في الشمس، ما عنديش باش نخلصكم الدراري. على قبل عاش، على قبل عائله، سيروا عند سيروا عند الباشا وسيروا عند يخلصوكم. خصهم يديروا معنا، انا راه ما عنديش باش نخلص الناس هادو. المشكل اللي عندنا خويا هو واحد المده ديال 16 عام وحنا كنتاجروا في الحوالي هنايا. كيوصل هذا الموسم ديال العيد كنبنيو الخزينات ديالنا كنبيعوا ونشريو. دابا ملي وصل هذا الموسم هذا بنينا عادي جدا، حطينا المسائل ديالنا عادي جدا، بدينا كنبنيو من نهار 2 حتى نهار السبت وحنا كنبنيو. نقينا بعدا الطراب البلاد من الحجار ومن هادي، وحنا خدامين، خدامه 22 شخص اللي خدامه سهرانه على هذا الشيء. خلاونا حتى بنينا وكملنا حتى الاخ، حنا في الطريق الرئيسيه ما مخبين ما مدرقين ما والو، كنبنيو خلاونا حتى كملنا البني على خاطرنا. وجاو عندنا قال لك غتريب، واش حنا حاطين واحد 22 مليون هنايا وغير مسلفين، وعندنا شيكات حاطينهم ضمانه في الحديد؟ ما فهمتش انا والله ما فهمت بالله، اش دارين حنا الدوله دابا في هذا الشيء؟ حنا في الارض وهي بعيد على الشانطي ومحتارمين الطريق ومحتارمين هادي، وان شاء الله موفرين شروط السلامه والتعقيم وداك الشيء اللي باغا الدوله، هذاك الشيء اللي بغاو غنطبقوه وداك الشيء اللي فرضوا علينا حنا راضين به. اما باش يقولوا لك ريب راه محشومه، راه عيب، راه عار، راه عار. العيب والعار كون حطينا قالوا لنا هزوا مسائلكم غنوقفوا، وين تخليونا تنبنيو؟ كنطلبوا اخويا نبقاو في المكان ديالنا، هما راه عرضوا علينا يحولونا لواحد المنطقه اللي اش نقول لك، لا اله الا الله، الخلا ومهجوره ومنطقه خايبه بزاف، ما يمكنش نخدموا فيها وما يمكنش. وقال لك تحول من هنا وسير تما، علاش؟ وما يفوق 100 عائله كتجي تعيش من هنا في هذا الموسم ديال العيد. كاين اللي كيديروا قهيوات، كاين اللي كيبيعوا القنبه، كاين صحاب تريبورتورات، صحاب الهوندات، كاين الناس كتبيع الماء. واش ما فهمتش انا والله حتى بغيت نفهم، واش الدوله مع المواطن ومع الشعب ولا ضده؟ هنا مده ديال 10 ايام وما يزيد، كنخدموا بنهار وبالليل، بغينا نعرفوا شكون اللي غيعوضنا من غيفرينيو هذا السيد وغيريبوا ليه، وشنو السبب اللي غيخليهم يضطروا يريبوا ليه؟ حنا مده 10 ايام وحنا كنبنيو في عز وضوح النهار على طريق رئيسيه، طريق مديونه، كيلومتر 10، بغينا نعرفوا السبب علاش ما جاوش عندنا النهار الاول هنا وريبوا. تدازت 10 ايام تعبنا وخسرنا فلوس بزاف الحوايج اللي خاصها تذكر بزاف. بنهار وبالليل ما كنعرفوش شنو الحاله ديالنا كيديرها. هاد الناس بغينا نعرفوا حنا شنو المشكل ديالهم، شنو السبب وراه هاد الشيء اللي غيريبوا لينا، علاش؟ ديونا بانيه تشوفوا حاطين الحول كيبيعوا، هنا بغينا نعرفوا السبب شنو هو، شروط السلامه اللي كطالب بها الدوله كامله كاينه، بغينا نعرفوا السبب شنو هو، راه الله كاين فوقنا، فوق الجميع، ربي كيحكم قبل العبد. وهذا الشيء كل عام كيتحط، مده ديال شي 16 عام هنا، أول عام جاو قال لك ريب، بغينا نعرفوا السبب شنو هو، داك الشيء مكريب وثائق، بكل شيء بغينا نعرفوا السبب شنو هو، السلطات ما بغاوش يعطيونا إجابة. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.